السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف قيم مش موجودة في المشروع، يعني نضيف مثلا مكنة او قلم مش موجود في المشروع، مش بهدف النصب او بهدف التصوير، بهدف ان في حاجة لسه ما اتعملهاش موديل فانا بعملها مؤقتا. طيب دلوقتي اقول له هنا بروجكت سيت اب، اختار الكتالوج اللي هشتغل بيه، اختار الوحدة القياس اللي انا هشتغل بيها، ماشي. دلوقتي بقى هسحب العناصر بتاعتي للأقسام بتاعتها، يعني ممكن مثلا أسحب الكولوم مثلا للكونكريت مثلا. طيب لو أنا عايز أضيف كاتيجوري هنا أو سب كاتيجوري هنا، هاجي فيرشوال تيك أوف وأقول له كرييت إن نيو كاتالوج أيتم، فبيعمل لي عنصر اهوت وبيبدأ يديله رقم تالي لآخر رقم اللي اشتغلت عليه. طيب عايز أضيف عنصر، هاجي هنا وأقول له أنا عايز أضيف أيتم، ممكن أضيف أكتر من واحد، ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اضيف كومنت زي بمثابة اسم، يعني الاستيو تحت نيو ولا اكتف ولا ابروفل. الطول ممكن نغير في الطول، اخليه مثلا 13، الويتس ممكن اخليه مثلا 22، الثيكنس 5. تمام، كل القيم دي هو عارف ان دي اوفر رايت، يعني ان انا غيرت فيها. انا ممكن اي قيمة من القيم اغير فيها الرقم اللي شايف ان هو الاصوب يعني. فلو جيت هنا هتلاقي حاجه اسمها ريموف اوفر رايت، وهتلاقي علامه دايره خضراء كده صغيره ان في هنا قيمه غير صحيحه او غير مش محصوره بالبرنامج، في حد مدخلها. تيك اوف هاز اوفر رايدن فاليوز، فتقدر تعرف القيم ديت بحيث ان انت لو في اي وقت عايز تلغيها تقول له ريموف اوفر رايت.